السياق ديال هذه الوقفه اللي هي وقفه ناجحه بمشاركه جميع الاطر الصحيه سواء ممرضين واطباء وتقنيين واداريين واعوان من جميع البقاع ديال المغرب من الشمال للجنوب، واللي كيدل فعلا بانه كاين واحد السوق تعاري داخل القطاع. السياق ديال هذه الوقفه هو المطالبه بتنزيل الاتفاق اللي توقع مع الحكومه اللي كان في 29 دجنبر 2023، واللي كنا كنأملوا على انه غادي يكون تفعيل ديال النقاط اللي كاينه فيه من خلال الاجل اللي كاينه في الاتفاق، ولكن بعد 5 شهور ولا تفاعل، وهذا كيدل على ان كاين تماطل من الحكومه. وهو رساله اخرى ان هذا التنسيق النقابي بعيدا عن الحسابات السياسيه الضيقه، لكن الهدف ديالو هو تنزيل المطالب المهنيه المحضه ديال المهنيين الساحه. وهي رساله اخرى ان هذا التنسيق النقابي بدا بخطوات نضاليه اللي هي مشروعه وقانونيه اللي هي الاضراب، رغم انه هذا الاضراب كنا مضطرين للممارسه ديالو، ولكن مشينا نقطه اخرى هي الندوه الصحفيه ووضحنا للراي العام شكون هما الاهداف ديالنا. واليوم كاين انزال وطني تاريخي وغير مسموح وناجح ومشاركه كبيره ديال المناضلين واللي كيدل فعلا كاين الاحتفال. اذا نحمل المسؤوليه للحكومه ونطالب الحكومه بنزع فتيل الاحتقان من خلال تنزيل الاتفاق اللي وقعنا، وهذا غادي يخدم المهنيين ديال الصحه وغادي يساهم في التحفيز ديالهم، وكذلك غادي يخدم المواطنين من خلال الاستفاده من العلاجات. احنا هنايا لاننا نحتاج ضد الحكومه لانها لم تلتزم بتطبيق مجموعه من الاتفاقات اللي تم توقيعها مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. كان اتفاق موقع في 29 دجنبر 2023، اتفاق اخر تم توقيعه اواخر يناير 2024 كانت بيننا وبين وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه نقاط خلافيه تتعلق بالاجالات، الاجالات يعني التواريخ، تم رفعها الى رئاسه الحكومه لاجل يعني البت فيها منذ نهايه يناير ولا زلنا ننتظر، مما اضطرنا الى خوض مجموعه من الاشكال النضاليه كانت عباره عن وقفات اقليميه محليه جهويه، مجموعه من الاضرابات، ومع ذلك ما تلقى اي جواب. بالتالي شاهد الاضراب الاخير ديال البارح واليوم اللي توج بهذه الوقفه اللي كنحييو من خلالكم يعني الحشود الغفيره اللي حجت امام البرلمان للتعبير عن السخط ديالها وعن عدم الرضا ديالها على التجاهل الحكومي وعدم الاستجابه للمطالب ديال المهنيين الصحه، علما ان كنعرفوا اننا المغرب مقبل على ورش اصلاحي كبير جدا، وصاحب جلاله يحث على تسمين الموارد البشريه لان هي الاساس وهي الدعامه. ثم كما كنقراو القوانين كنلقاو ان اهم دعامه هي الموارد البشريه، كيف يمكن للاصلاح ان يكون دون الاهتمام بالموارد البشريه؟ والتنكر لاتفاقات تم توقيعها بحضور القطاعات الوزاريه من وزاره الماليه، من تحديث من وزاره الوظيفه العموميه والاقتصاد الرقمي، الامانه العامه للحكومه، كلهم كانوا حاضرين في الاتفاق، ولكن مع الاسف كنلقاو ان الحكومه كتجاهلنا ورئاسه الحكومه لا تستجيب، ويعني تضرب يعني ان الاتفاقات كامله بعض الحائط. لهذا احنا كنحتجوا ومستعدين للتصعيد ان لم تستجيب الحكومه طبعا. فاحنا اليوم واقفين هنا في هذه الوقفه، وقفه التنسيق النقابي نظم هذه الوقفه الاحتجاجيه امام البرلمان، لانه اخر ملجا لنا، ما لقيناش حلول مع الحكومه. هنا 8 نقابات انا حاضره اليوم للتنديد بتماطل الحكومه في تنفيذ ما اتفق عليه معها، مع خصوصا مع وزاره الصحه، حيث انه وقعنا على محضر وشاركنا في عده لقاءات حواريه كانت ماراثونيه دامت لعده ساعات. لهذا احنا اليوم كنندوا بتماطل الحكومه في تنفيذ ما اتفق عليه، ومن بين المطالب ديالنا اللي وافقت عليها الحكومه كما على حسب ما جاء في عندما كنا نوقع الاتفاق، زيادة في الأجور 1500 درهم للموظفين للممرضين، 1200 درهم لجميع الفئات، وحفاظ على موظف عمومي، وإضافة درجة لجميع الفئات، والأجور خاصها تكون من الميزانية العامة للدولة. هذا ما اتفق عليه مع الحكومة لحد الآن.
كانت بعض النقاط التي كان خاصها تحكيم السيد رئيس الحكومه، وحنا كننتظروا من لحد الان. هذا هو الدافع الاساسي اللي دفعنا باش نوقف هذه الوقفه. هذا الانزال الوطني اللي تشوفوا اليوم هو تعبير على وجاء من بعد واحد المسلسل النضالي على ود السيق النقابي، من بعد ما تم توحيد الجهود في اطار السيق النقابي الوطني. المسلسل النضالي اللي كان ابتدى باضرابات وقفات محليه اقليميه وجهويه، وكان اخرها اضراب يوم امس واضراب اليوم في انزال وطني اللي تشوفوا هذا الحجم ديالو اللي تعملوا على السوق والتضامن الشغل الصحي.